مع حضراتكم لموضوع تاني. وهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية نشرت تقرير بتشيد فيه بدور الحكومة المصرية في تقديم خدمات تطعيمات كورونا لمعظم المواطنين، وأيضا توفير الخدمات الخاصة بالعلاج من الفيروس من خلال المؤسسات الصحية والطبية. أبرزت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية دور الحكومة المصرية في تقديم خدمات تطعيمات كورونا لمعظم المواطنين وتوفير الخدمات الخاصة بعلاج الفيروس من خلال المؤسسات الصحية والطبية. ووفقاً للتقارير الرسمية، فقدمت الحكومة 55.6 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، كان من بينهم نحو 34 مليون جرعة أولى و21 مليون جرعة ثانية، وذلك للقاحات ذات الجرعتين، فيما أوضح أن هناك 64.3 مليون جرعة لقاح متاحة. وكان سير عملية التطعيم من خلال حملة معاً نطمئن لتطعيم المواطنين بمحطات القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن عملية التطعيم في مقرات الأحزاب، والتي بلغ إجمالي الذين تلقوا اللقاح من خلالها أكثر من 3 ملايين مواطن. هذا بالإضافة لخدمات تطبيق Visit Egypt الذي تم إعداده بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتسريع وتيرة دخول السائحين، والذي يقوم من خلاله السائح بإدخال بيانات التحقق من سلبية إصابته بفيروس كورونا عن طريق اختبار PCR أو شهادة تلقي اللقاح، ويتعين على شركة الطيران مراجعة المستندات للتأكد من صحتها، ويقوم فريق الحجر الصحي بمصر بمراجعة البيانات قبل وصول الطائرة، وذلك تسهيلاً على المسافرين في دخول البلاد، بالإضافة إلى توفير خطوات مراجعة الوثائق لتجنب دخول المسافرين من أماكن غير معتمدة أو عدم دقة البيانات، مع إجراء عملية فرز للمسافرين المقبولين قبل الدخول. ووفقاً لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن التوسع في التطعيم والجهود التي بذلتها الدولة في الفترة الأخيرة لتوفير اللقاحات المختلفة لكورونا أسهم في تخفيض أعداد المترددين على مستشفيات العزل، داعياً المواطنين إلى سرعة تلقي اللقاح في ضوء التيسيرات التي توفرها وزارة الصحة، وكذلك التوسع في مراكز التطعيم.